السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي منا إن شاء الله تكونوا بخير. معكم المعالج عدنان المغربي. هذه الحالة من دون الحالات اللي كتجي عندنا، كان شخصلو في مدينة أكادير السنطرة الإعدامية زكان، ولكن الحالة ديالو شي مستعصية، كان ضروري خصو أنه يلتحق بيا السلا. جا عندي السلا هنايا وما سمحش بالوقت، وفضل الله عز وجل كان عنده واحد سكوليوز واحد الحوايج في الظهر. فضل الله سبحانه وتعالى راه تحسن دابا وبغى يدير واحد الشهادة بحقنا، غادي يخليو الكلمة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أولا كنبغي نشكر السي عدنان، بغي يجازيه بخير على التعامل ديالو ولا كاع داكشي اللي دار معنا، ما ضربنا الوقت تبارك الله شحال ونا معنايا. مع الحالة ديالي صعيبة شوية، جيت من أكادير، جيت تصيفطني من تما، دريت مع خو تما، وشي زعما الطاقم ديالهم الله يعمرها دار كاملين، الله يجازيهم بخير. التعامل ديالهم سواء تعامل معنا في السكن وشحال من حاجة، الله يجازيه بخير. والحمد لله تحسنت الحالة ديالي، كنشكر الله وكنشكر السي عدنان وخوتو. كنت ما كتنعس ما كتشوفو؟ اه دوزنا دوزنا شحال بحال دوزنا واس فضل الله الحمد لله. كان عندك واحد السكولوز 100% عوجاج عوجاج كبير بزاف والحظ خالد. دابا الصورة التصويرة درتك دابا انا راك راه من بعد نص ديال العلاج. اه شحال ضرب ديال العلاج غنصور عا صورتك وكنت ضربتي مراكز اخرى قالوا لي اه شحال شحال واحد شفت عندو درت طويل درت قصار داكشي كامل ما كيزيد عليا الحريق ما كنقدرش باقي كاع نزيد وضربت الحمد لله وجاب الله التسعين لكم وقفت من الشيء وقفت من الشيء وقفت من الحمد لله فرحت الله سبحانه وتعالى لا لا فرحتك وغادك جماعة بخير بس واحد عزيز بقى ما شكاش جبت الشكلة كثير لا دويست دويست انت وكا صبرتي حتى انت صبرنا معاك وصبرتي معنا وحمد الله الله سبحانه وتعالى الله يخلصك. حنا اش كتقول على الخدمة ديالنا دزتي مراكز اخرى بالنسبة للتخون ديالنا حنا كيفاش كيبغي الوقت ياك كيبغي الوقت كاين التشخيص الحمد لله هو هذا. مشيت لبلايص اخرى كيقول لك شي حاجه ما كايناش كاع، كل واحد اش كيقول لك، كاين اللي كيقول لك كاع ما عندك السكولوز، كاين اللي كيقول لك. ولكن انتم الحمد لله الله يجزيكم بخير كاين التشخيص هو هذا. ولكن كاين الحالات اللي خصهم 3 شهور. اه فعلا كاين شتي الحاله اللي خصها سيمانه قال لك خصها 15 يوم الواحد ولدي التشخيص هو المشكل. ما كاينش خصك ما كاينش التشخيص راه ما كاين حتى شي حاجه، يعرف اصل المشكل اللي عنده باش المشكل البر كيتعالج. دابا انت مزيان الحمد لله الحمد لله غاتبقى 15 ملي بقى ديك داكشي اللي كنت باغي ان شاء الله باش غاتبقى لك غادي توحش 11 توحشنا الله يسلمك. ايوا ماشي المهم شوف الانسان واخا خويتي بلادك وجيتي الحمد لله كاينه النتيجه ماشي في الخاوي. العلاج راه بدا نمشيو لاي بلاصه في الدنيا المهم هو يتعالج الانسان ويتعالج الصحه راه ما كتطورش فيها. ها انتم يا اخواني اخواتي اللي ما كتشوفوا انا نسيت الحمد لله بالله سبحانه وتعالى هو تعالج والحمد لله بقي له واحد 15% وهذاك السيمانه اللي تولي بخير ان شاء الله باذن الله. هذا واحد الشهاده كنحتزو بها وفضل من عند الله سبحانه وتعالى انه تعالج الناس في المركز ديالنا. مرحبا بكم في مركز المعالج عدنان المغربي، مركز ديال طنجه دار البيضاء صلاه كازا. وان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنى الله يوفقكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله والحمد لله على السلامه ديالكم.